الاسره. عايز اسالك عن حظوظ النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا، خاصه النادي الاهلي دلوقتي وصل للدور قبل النهائي مع الزمالك، مع الرجاء، مع الوداد. شايف حظوظ النادي الاهلي ازاي، خاصه ان البطوله دي غايبه عن بعيد عن النادي الاهلي حوالي 6 أو 7 سنين؟ انا شايف ان عندنا حظوظ كبيره ان احنا نفوز بنسخه السنه دي. الكل مدرك ده طبعا، كلاعبين مدركين جدا وبنشتغل عشان ده. بقى لنا 7 سنين كنادي اهلي ما حصلناش على الكاس ده. واحنا افضل نادي في افريقيا يفضل 7 سنين، واحنا اكتر ناس حصلنا على الكاس ده قبل كده في التاريخ. اعتقد دي حاجه زي كده بتنقصنا. هيبقى طبعا مش سهل، هيبقى صعب ان احنا نحقق الكاس، لكن عشان نحصل عليه محتاجين نؤمن بحظوظنا، نحط هدف قدامنا ونشتغل عليه ونشتغل كتير، وبعد كده في الاخر ربنا ان شاء الله يأهلنا ويساعدنا ان احنا نكسب في الدور قبل النهائي. والباقي الفرق الثانيه كلها فرق قويه اللي حضرتك اتفضلت قلتها، لكن عمرهم ما كانوا افضل من الاهلي. الاهلي افضل من الثلاث فرق الثانيين. ولما هنكون احنا مدركين ان احنا حجمنا ايه بالظبط كنادي اهلي، كنادي اكبر من الفرق الثانيه، هيبقى سهل بالنسبه لنا ان احنا نحارب وندافع عن حظوظنا. احنا افضل منهم. هي قصة بس ان تحارب على الكورة وتحاول تحقق البطولة. وانا متأكد وعندي يقين كبير ان احنا ممكن نحقق البطولة دي لو امنا بالموضوع ده. عندنا لعيبة دوليين كتير في الفريق، سواء المصريين او توانسة، فده اعتقد ده بيعكس حاجات كتيرة جدا بالنسبة لخبرات الفريق. الفرقة التانية عندهم لعيبة كويسة تانية، واحنا بنحترم ده، وبرضه لعيبه عندهم كويسين، بس احنا لعيبتنا قادرين يصنعوا الفارق وقادرين نكسب الكاس ان شاء الله. عجبني جدا الروح اللي انت بتتكلم بيها، وكمان يعني جمهور النادي الاهلي عنده ثقه كبيره جدا في الجهاز الفني وفي اللاعبين، وايضا مجلس الاداره في النادي الاهلي عنده ثقه كبيره جدا فيكم انكم يعني تقدروا تسعدوا جمهور النادي الاهلي بعد عوده